لا أخفي عنكم أن سعادتي اليوم سعادة كبيرة جدا بزيارة ليبيا التي سبق لي أن زرتها في الماضي أكثر من مرة، ولكن هذه الزيارة تكتسي قيمة خاصة وهي تصادف ذكرى مزدوجة، ذكرى 17 اليوم 18، ولكن هي مناسبة أيضا 17 من فيفري، وهي ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي في سنة 89، وهي أيضا ذكرى التحول الهام الذي عرفه الشعب الليبي كذلك في نفس هذا التاريخ. وحظيت بمقابلة الرئيس سراج وصديقي ستار سيالا وزير الخارجية، وتباحثنا بالخصوص في وضع أو أوضاع اتحاد المغرب العربي الذي تعطل إلى حد ما منذ مدة، وتعطله راجع إلى أن مجلس الرئاسة الذي هو صاحب القرار طبقا لنصوص المؤسسة كان آخر اجتماع له سنة 94، فإذا منذ ما يقارب ربع قرن ومجلس الرئاسة معطل، لكن لم يكن الاتحاد معطلا بأكمله، لكنه كان مشلولا إلى حد ما. فالأمانة العامة تشتغل، تعد الدراسات، تعد الندوات، وزراء الخارجية اجتمعوا 34 مرة، وزارات أيضا الوزارات الأخرى في مجال الداخلية أو الصحة أو الثقافة أو التعليم إلى آخره اجتمعوا أيضا عديد المرات، ولكن كثير من الاتفاقيات لا تفعل نتيجة غياب القرار، وهو اجتماعات مجلس رئاسي صاحب القرار طبقا للنصوص. إذن موضوع اليوم كان أساسا باعتبار ليبيا هي دولة الرئاسة أنها تدعو إلى القمة السابعة المعطلة منذ 24 سنة، أنها تدعو إليها ليبيا لتنعقد في طرابلس بحول الله وفي غضون هذه السنة أو في الأشهر القادمة، وإن انعقادها سيكون له رمزية خاصة، إذ ستكون هذه الرمزية صالحة أيضا للوضع الليبي ولتحسين الأوضاع في ليبيا، وصالحة لاتحاد المغرب العربي أيضا في انطلاقة جديدة إن شاء الله تكون مباركة. وهنا يبدو هناك اقتران بين تحسن الأوضاع في اتحاد المغرب العربي وتحسن الأوضاع في ليبيا الشقيقة، هذا ما نأمله وما نحن مقرون العزم عليه، ونتعاون من أجل أن نحققه في أقرب الأجال في الأشهر القليلة القادمة. لم يكن الاتحاد المغرب العربي من حيث هو اتحاد دور حاسم في الأزمة الليبية، كانت الدول وخاصة دول الجوار، ولكن أيضا حتى غير الجوار، صخيرات مثلا في المغرب، إذن لم يكن هناك موقف مغاربي باعتباره اتحاد، والسبب في ذلك هو غياب الاتحاد كاتحاد في كثير من المحافل الدولية وخاصة في الاتحاد الإفريقي. على سبيل المثال اكتشفت عندما تحملت هذه المسؤولية أن جميع التجمعات الإفريقية قد أمضت على اتفاقية التعاون مع الاتحاد الإفريقي، وبينما مكان الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي فارغة، جميعها تقريبا أمضت سنة 2008 ولم تمضي الأمانة العامة إلا هذه السنة منذ أواخر السنة الماضية، يعني منذ أسابيع في الحقيقة أمضيت على هذه الاتفاقية، وبذلك وقع استكمال الإمضاء من التجمعات الثمانية الإقليمية مع الاتحاد الإفريقي، واغتنمت نفس الفرصة أيضا قبيلها قليلا لإمضاء اتفاقية باسم الأمانة العامة مع الكوميسا التي ليبيا عضو فيها، وستلتحق بعض البلدان الأخرى بها أيضا.
إذن كل هذا يجعل الآن الأمن العامة ممثلة لاتحاد المغرب العربي قد أخذت مكانها في المحافل الدولية، وهذا ما يعطيها أكثر مشروعية لكي تقوم بدور هيكلي وجماعي في المساهمة في الحل الليبي السلمي السياسي، باعتبار ليبيا من هذه الدول الأساسية التي أسست اتحاد المغرب العربي. فمن غير المعقول أن يبقى الاتحاد كاتحاد غائبا في هذه الحالة. نحن جد سعداء اليوم في طرابلس العاصمة الليبية باستقبال السيد طيب البكوش أمين عام اتحاد المغرب العربي، وهو يحاول تحريك هذا الاتحاد الذي ظل غائبا بعض الشيء. واتفقنا على أن تدعو ليبيا إلى التئام القمة، وهي لم تلتئم منذ حوالي ربع قرن، وأن يكون ذلك الالتئام بعون الله في طرابلس. نأمل أن تتجاوب الدول المغاربية مع هذه الدعوة، وسوف نبذل كل الجهد في أن يتم تلبية هذه الدعوة بعون الله، لتنطلق من جديد مسيرة اتحاد المغرب العربي، ولتعتمد كل تلك المحاضر الفنية التي تم إنجازها من قبل القطاعات الفنية والتي لم تجد طريقها للتطبيق نظرا لعدم التئام القمة، نظرا لأن الاتفاقية المؤسسة تنص على أن هيكل القمة هو الهيكل المعتمد والمجيز لكل الاتفاقات الفنية الأخرى. نأمل أن نلتقي بعون الله ربما قبل منتصف هذه السنة في طرابلس، اجتماع سيكون تاريخي لتعزيز وإعادة الحياة لاتحاد المغرب العربي. نعم، أنا حضرت مؤخرا 3 اجتماعات مهمة. كان الاجتماع الأول في اسطنبول يتعلق بالتعاون الإفريقي التركي، وقد مثلت في هذا الاجتماع اتحاد المغرب العربي باعتبارنا الرئاسة الدورية للاتحاد، وكان هناك دعم كبير للقضية الليبية. بعدها في الكويت كان هناك التئام للتحالف الدولي ضد داعش، وكان أيضا هناك دعم كبير وإكبار لما قامت به ليبيا في تصفية الدواعش، سواء كان ذلك في مدينة سرت أو كان في بنغازي أو كان في صبراتة. هناك دعم كبير واعتراف بأن هذا الجهد الذي تم بقرار ليبي وبتضحيات ليبية جمة. بعدها قمت بزيارة لرومانيا، وقد كانت بناء على دعوة من اتحاد البرلمان البحر الأبيض المتوسط، وكان دعوة كمتحدث رئيسي في هذا الاجتماع، وأيضا حظينا بدعم كبير من اتحاد برلمانات البحر الأبيض المتوسط. اتخاذ صورة جماعية ثنائية.